آه يا راسي عمر الحقني، راسي يعورني، شو أسوي؟ من الصبح مو بقادر أفتح عيني، فيني صداع ونوم ومو بقادر أركز في الحصص. شو فيك؟ من شو هالألم؟ ما أدري والله، هذا الصداع دائما يتكرر، شو أسوي؟ ما يهمك، الدواء عندي. أكيد؟ كلمة ريال؟ أفا عليك، أنت بس خذ هالحبتين وعلى طول بتحس بتحسن وبتحس بانتعاش كأنك فوق النخل. بسرعة يا عمر، ادخيلك، عطني الحبتين الحين. عمر وينك يا ريال؟ أرجوك أبا نفس الحبتين اللي عطيتني إياهم، وايد ريحوني. توقف يا سيف، لا تأخذ أي أدوية دون استشارة الطبيب، فقد تكون مادة مخدرة تتلف بدنك وتغضب ربك، حيث أن تعاطي المخدرات عقوبتها لا تقل عن 4 سنوات وعقوبة الإتجار أو الترويج الإعدام.